التكنولوجيا الأولى يلي أنا بدي أستعرضها هي الـ Public Switch Telephone Network PSTN يلي هو التليفون الأرضي اللي موجود عنا بقلب البيت يلي نحنا كلياتنا بنستعمله. حنحكي شوي عن هيدي التكنولوجيا وشو بتعطيني services وشو limitations تبعونا. أكيد طبعاً هو الإنفراستراكتشر للـ Public Telecommunication، يعني إحنا بنعرف إنه أنا إذا بدي أتصل بدي أنا أستعمل التليفون الأرضي تقدر أوصل لمحل تاني. أكيد سيركت سويتش يعني ما حدا بيقدر ياخد اللينك إذا كنت أنا أخده، يعني إذا كنت أنا عم أستعمل التليفون حدا عم بيحاول يرن لي حيلاحظ إنه مشغول. طبعاً لازم تكون هيدي النتورك في عندي سويتشنج سنترز هن بيكونوا interconnected مع بعض through a mechanism بحسب البلد بتتحدد. عم بيخد example هون، مثلا انا في عندي كونتري معين بيكون في عنده مقسمه لكلاسز، عندي كلاس 5 هو بيكون الاند يوزر يعني التليفون موجود عندي بالبيت، كلاس 4 هو تول سنتر، برايمري سنتر، سيكتورال سنتر، بعدين في عندي ريجنال سيكتور مثل ما اسمهم بيرمز عليهم شوي. اند اوفيس يعني هو الاوفيس اللي موجود انا عندي بقلب البيت. اذا كنت انا بقلب كومباني فيني انا استعمل شيء نحن بنسميه بي بي اكس. البي بي اكس بيخليني انا اتصل انترنالي بقلب الكومباني اللي موجود فيها، كمان بعتبره من الاند اوفيس. مورفر انا فيني اطلع على التول سنتر يلي هو تنقول بالمدينه الوحده اللي انا موجود فيها، اذا بدي اتصل على حدا بقلب المدينه ما في داعي اروح على البرايمري سنتر، من التول سنتر دغري بقدر اروح. اذا بدي اتصل بين مدينتين فاذا بروح على البرايمري سنتر، اذا انا بدي اتصل تنقول بين ولايتين اكزامبل سيكتورال سنتر، اما اذا نحن بدنا نروح على بلد تاني نعمل اتصال بنطلع على الريجنال سنتر. يعني بمعنى تاني كل بلد بيقسمها بحسب او بطريقه محدده ومعينه. هيدا الجراف كذلك الامر بيرجيني شوي نفس اللي حكينا عنه ولكن بطريقه شوي مختلفه كيف مقسمين عندي الكلاسز. اكيد نقدر نعمل نحن اتصالنا على البي اس تي ان نتورك نحن بحاجه لسيجنالينج سيستم. هيدا السيجنالينج سيستم يلي هو النمبر 7 طبعا في قبله نمبر 6 يعني هو اللي بيعمل لي استابليشمنت للكونكشن، مانجمنت للكونكشن اند سو اون. من بينيتهم الكول فوروردينج هو يعني اذا انا بدي اتصل بحدا معين اي نيد تو سند ا سيجنال يوزينج ذس سيستم ان اوردر تو سي اف ذس يوزر از افيلبل اور نوت. Busy and no answer. إذا بدي بعد voicemail تيقل إذا في عندي I have to wait, conference calling, call screening and so on. بالنسبة لكل هيدول بدي استعمل هيدا السيستم. هيدا السيستم طبعا إذا بدي اطلع عليه أنا في عندي user موجود على ميلة الشمال بده يحكي مع user موجود على ميلة اليمين. هيدول السويتشز يلي هن حكينا عنهم اللي هن ممكن يكونوا موجودين عندي هون بقلب السنترز. هيدا السويتش الموجود هون في عندي ترانك يعني عندي several calls ممكن يمشوا بنفس الوقت من السويتش لسويتش ولكن كل واحد عنده dedicated circuit switch. هون في عندي طبعا signal أنا اليوزر بده يبعته out of band. شو معنى out of band؟ يعني مش على نفس اللينك اللي هو بيتصل عليه أو على نفس الميديم أو على نفس الباند تنقول إذا بدنا. بده يبعت signal على أول switch أو بالأحرى على هيدا السويتش using the SS7 بيرجع بيعمل سيجنال لتاني سويتش لتالت سويتش and so on تيبعت سيجنال على التليفون to see the status of this phone. بهيدي الطريقة طبعا هيدول اتنين بيقدروا يحكوا مع بعضهم. In summary الـ PSTN بيستعمل circuit switch، network signaling هو SS7، المالتيبلكسينج تكنيك عم بستعمل TDMA، والبروتوكول هيدرز اللي انا عم بستعملهم PSTN specific شي خاصه بالـ PSTN TDM frame. تاني تكنولوجي بدي احكي عنها هي الـ GSM اللي هي الموبيل نتورك اللي نحن بنستعملها على تليفوناتنا اليومية. طبعا مش قصدي 3G وال4G لأنه الـ GSM هو البيس تبع الموبيل تكنولوجيز. الـ GSM اختصار لكلمة Global System for Mobile Communication، هو عبارة عن Digital Mobile Communication System نحن بنستعملها دايما. عندي تكنولوجيز كتير انبنت على الـ GSM. بلشنا أول شيء بالـ 0G اللي هو كان تقريبا nothing trial phase. الـ 1G كان analog، 2G بلشنا بالـ breakthrough تبع الـ GSM اللي هو صار عندي digital وبلشنا نحن نستعمله بسنة التسعينات. طلعنا لل 2.5, 2.7, 3G, 3.7، بعدين طلعنا على 4G LTE Advanced بال 2012، ونواديز طبعا هلا بلشت عندي ال 5 Generation يلي هي ال 5G. ال GSM بشكل عام عنده Subsystem بدنا نرتكز عليهم. أول شي في عندي الموبيل اللي موجود معي أنا بإيدي عنده SIM card، بده يحكي مع Base Station تتألف من BTS و BCS. هيدي البيس ستيشن بدها تروح على محل نحن بنسميه النتورك سويتشينج سب سيستم يلي من خلاله بيتم عمليه تنقول نحن الاوثنتيكيشن للكولز وتحويل الكولز وهالاشياء بحسب طبعا الرقم يلي انا عم بتصل فيه وين موجود. طبعا هون في عندي كذا انتيتي انا مش هحكي عنهم بهذا الكورس او الكيب ذم فور اذر كورسز، ولكن تتم عندي عمليه الكوميونيكيشن وايرلسلي انا بحاجه لكل هدول الكومبوننت تو ريتش اذر نتوركس مثل البي اس تي ان او الانترنت اند سو اون. GSM in summary طبعا هو عبارة عن circuit switch
بيستعمل SS7 و other signaling techniques. الملتيبلكسينج متنوعين جدا بحسب الجنريشن اللي عم بستعملها، منهم الـ OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Access، مش هحكي عنه هلأ أنا بالوقت الحالي. البروتوكول هيدرز عنده طبعا كذلك الأمر GSM Specific. النتورك الثالثة اللي بتمر معنا كذلك الأمر بحياتنا اليومية هي الـ IP Networks، يلي هي مثل الإنترنت، مثل نحن وقت كنا عم نستعمل الوايرلس لان موجود عنا بقلب البيت. تنعمل definition نحن للإنترنت، شو معناتها إنترنت؟ It is a wide area network for all wide area networks، يعني كل شي في عندي networks بالوجود عاملين connection مع بعض they form the internet، وما حدا بيملك الإنترنت ولكن في عندي companies بيعملوا management لهيدي network. أكيد أنا إذا بدي أحكي networking تحديداً IP network بدنا نرجع للأوزي موديل اللي هو بيتألف عندي من 7 layers: physical data network transport session presentation application layer. بكل layer أنا بيكون في عندي protocol data unit، يعني أنا الـ data شو بيكون اسمها، إذا كانت على physical يعني 1 و 0 bits، إذا على 2 يعني على layer 2 هي frame 3 packet segment على 4 data على 5 و 6 و 7. نزول encapsulation طلوع decapsulation، ولكن من layer 1 لللayer 2 بيكون عندي طلوع بسميه أنا decoding، زول بسميه encoding، عم بحول هيدول الداتا هالباكت أو هالفريم سوري هالفريم عم بحولها أنا لبت. بكل مجموعة layers معينين أنا في عندي نوع من الادرسز اللي بدي اتبعهم مثل الماك address أو IPv4 address. تحديدا حركز على IPv4 address يلي بالnext generation IP network we will admit the IPv6. شو الفرق بين الـ V4 والـ V6؟ هو نوع من أنواع الـ addressing to represent a user موجود عندي على الـ network طبعاً بطريقة معينة، ولكن بما أنه الـ IPv4 بلشت تخلص حنطلع على address space أكبر بنحكي عنها بوقتها اسمها الـ IPv6. كمان بكل layer أنا في عندي devices أنا بستعملهم يلي هن مثلاً الميديا على الـ physical layer، switches على data link layer، routers على layer 3 and endpoints على الـ 4 والـ 5 والـ 6 والـ 7. في عندي أنا طبعاً كمان موديل معين يلي هو بسميه أنا قرينه للـ OSI موديل يلي هو TCP موديل، عنده نظرة معينة in order to implement our protocols we look at the TCP model in depth أكتر. مثلاً على الـ Network Access بجمع 2 layers اللي هي الـ Data Link والـ Physical، نستعمل 802.3.11 and so on، TCP والـ UDP على الـ Transport، IPv4 V6 على الـ Network and so on. حنرجع نحكي عن قسم منهم طبعاً بهيدا الكورس نحن into details. In summary, IP network هي packet switch من circuit switch بتاتاً. Routing protocols اللي احنا بنستعملهم هن signaling بالأحرى. Signaling protocols مثل الRIP والOSPF والARP حنحكي عن قسم منهم. Multiplexing technique مش هحكي عنهم كتير. CSMA, CA والCSMA, CD. هيدا الموضوع حكينا عنه بالفيديو ماضي. والبروتوكول هيدرز حسب التكنولوجي اللي انت عم تستعملها. Example TCP IP في عندي الإيثرنت فريم. ممكن يكون عم بستعمل UDP أو أي تكنولوجي تاني. هيدون هني طبعاً in summary عندي أنا استعرضت ثلاث أنواع من التكنولوجيز in order to perform communication بعالم networking، ولكن بما أنه كل واحدة عندها different set و different signaling و different schema، فإذا حنجي ونقول نحن بحاجة لشي منسميه next generation IP networks NGN networks. فإذا بما أنه أنا في عندي مثل ما قلت different technologies different signaling different MAC address different protocols، جينا وأوجدنا network جديدة بشكل هي عبارة عن unified network يلي هي بتعمل لي convergence لكل أنواع هيدول services بغض النظر عنهم videos voice data and so on، بغض النظر كمان عن access technique GSM network، كمان حكينا على PSTM، كل لياتهم ب one single network. فإذا concept of unifying one network for services that runs over different access networks. فإذا NGN is a packet based network حتكون طبعا based على IP networks، وبما أنه صار في عنا عدد users كبير فإذا نحن بحاجة ل address space كتير كبيرة من IPv6 مثلا، بدنا نحط common set of rules لإلهم كلياتهم. هيدا الشيء اللي نحن حنشوفه بالchapter القادم: How can we use next generation IP networks.